فامشي التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. فامشي التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي وفائي. والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي. والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي يا وفائي. صحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي إخائي. والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثناء. هذه نهاية حالي فشدت بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أو يذكر فتنفعهم ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.
سرى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.